ايه هي اجيت. شو وينه جدي؟ هلأ مشي، طلعت روحي لحتى قدرت اقنعه انه يمشي بسرعة. ايه العمى شو هالرجال العنيد هاد؟ انا متأكدة انه انت طالع لجدك. حبيبتي مدام جدي مشي، ليش حضرتك اتصلتي فيني وقلتي لي تعال لهون بسرعة؟ ما عم بفهم. لك بالزور لحتى قبل انه يمشي وتشرط علي انه نروح على بيت اهلك اليوم ونتعشى عندهم. شو؟ ولك شو عملتي؟ فهميني كيف بتوافي على الشرط اللي حطه؟ لانه الوضع خطير، والله ما عم بمزح بهذا الموضوع. جدك مصر يسكننا عنده وقال رح يبعت حدا ياخذ لنا اغراضنا، وكان بده ياخذني وانت تلحقني. ما بعتقد، اكيد في شي تاني. جان جدك شاكك انه في شي بزواجنا مانو مزبوط؟ لا لا تقولي. بشو شاكك قولي؟ عم بيقول يا ترى البقالة اللي بحارتنا عم يسرق من جرامات الميزان تبعه؟ لك بشو بدك يكون شاكك؟ شاكك فينا انا وياك، فينا وبزواجنا هذا اللي على الورق. انت شو عم بتقولي جدي؟ كيف حسوا شك بهالشي؟ جدك مانو شخص هين. اول شي المحبس ماني لابسته، وفو هيك اجا وحضرتك مانك هون، والاضرب اني ما بعرف وينه زوجي المصون. المهم بربرت وقلفت من عندي. انت بتعرفي انه ممكن ننتهي اذا جدي بيحس مجرد احساس انه هذا الزواج مانو حقيقي؟ لك ايده واصل كتير فتون، بينهينا نحن الاثنين بلحظة. شو بدنا نعمل؟ شو بيعرفني؟ لقيت الحل. شو لقيتي؟ رح نقعد سوا وندرس. شو رح ندرس؟ ندرس بعضنا مثل المسلسلات. ايه شو جاهز؟ شرف لشوف. مين اول حبيبه؟ شو هالسؤال هاد؟ لك بدي اعرف مثلا اللون اللي بتحبه، فيلمك المفضل، غنيتك المفضله مثلا، اول حرف من كنيه امك قبل الزواج، رقم الحظ تبعك، هيك شغلات. لك فتون. انت شو عم بتساوي؟ عم بتعرف هاد اللي عم ساوي. في حدا بيتعرف على التاني من رقم الحظ؟ كيف بيتعرفوا؟ بتقضي معه وقت منيح، بتشاركي اشياء معينه، يعني بهالطريقه بيتعرفوا الناس على بعض. يي جان بيك معك حق بكل شيء عم تقوله، بس نحن وصلنا لنهايه الطريق بعلاقتنا، نحن ما عنا الوقت لنقضي سوا مع بعضنا ونتشارك باي شيء، صح كلامي؟ فاذا بدك روح المسا وقول له هذا الحكي لجدك، اكيد كلنا منرتاح. طيب اكتبي. رقم الحظ تبعي 7. كلاسيكي. لوني المفضل هو الأخضر. هي كمان بعرفها لأنه خزانتك مثل الغابة. وبرجي هو السرطان. السرطان؟ كذب. لا هاي الحقيقة. جان أنت متأكد؟ أي متأكد. شو اللي عم بيضحكك فتو؟ أنت صح سرطان، بس ما دخلك بالحنية. بلا حركات بلا طعم. خلص ايه هلأ تفضل صار دورك انت. لوني المفضل هو اللون الأحمر. لا وقف وقف الزهر. لك لا وقف، موف موف موف. ممكن تقرري أي لون بتحبي بقى؟ ايه بس كل الألوان حلوة كتير. اللون المفضل عندي هو كل الألوان. خلصنا. هلأ بدك يعني يكتب لونك المفضل هو كل الألوان؟ هيك اكتب. ماشي. رقم الحظ تبعي 7. أصلاً الكل رقمهم المفضل 7. لك ليش رقم الحظ للكل 7 دائماً؟ والله هالرقم سخيف كتير. خلص شو بدك تعرف كمان؟ شو برجك؟ أها الحمل. خلصتي؟ خلصت. أكيد هيك ما رح يمشي الحال. لوين رايح؟ استنيني هون. خدي هاي فتون. شو هاي؟ كل طفولتي بهالعلبة. عن جد كل هدول الصور إلك أنت؟ حلوين كتير. طالع بتفرد ضحك بهاي الصورة.
nasıl yapsam, hangi kapıyı çalsam? Bir an sen yanımdasın, saçlarım. اسمعي لقلك، انت ما طولتي من لما كان عمرك 15 سنة. لك خلص لا تزعلي، عم بمزح معي. هالصورة أخذناها بآخر مشوار مع بعض، بتذكره وكأنه اليوم. الصيفية اللي كان بابا عم يحاول يعلمني الإسباحة وما طلع بإيده، وبعد هيك راح وما قدر يعلمني، وما تعلمت الإسباحة لحد هاللحظة. بسنة الألفين كان في كلب كبير بحارتنا، كلب شوارعي اسمه بوبي. يييي شو بياخد العقل، لونه رمادي وأبيض وعيونه خضر. كل الوقت أنا كنت بطعميه وبشربه وبحن عليه وغيره، وبعدين هذا بوبي عضني عضة، وبعد هيك أخدوني على المستشفى ليعطوني إبرة ضد الكلب. خلصنا فتون، لك شو عم تحكي لي هلأ كرمال الله؟ إنه أخدت إبرة. خلص برأيي بكفي هيك، يعني ما لازم حدا يعرف التاني لهالدرجة هي، لازم يضل في شوية خصوصية. ليش بقى؟ لسه في أمجد ابن حارتنا ما حكيت لك عنه. حاج فتون بكفي بقى اسكتي، لك والله انتفخ قلبي من قصص طفولتك السخيفة الماية اللي ما إلها أي طعمة. دخيلك، أنت احمد ربك إني عم بحكي لك عن طفولتي. ليكي فتون، قومي روحي بكفي هالقد خلص. طيب، هيك بتقله لجدك. أنا مليت وانتفخ قلبي من ذكريات مرتي السخيفة والمايعة. لك حبيبتي جدي ماله متذكر كل طفولته لحتى يسمع منك هالقصص. الله يلعن الساعة اللي جبت لك فيها هالعلبة. طيب خلص، أنا عملت اللي علي. ماشي ست فتون، أنت عملتي اللي عليك وأنا ما عاد بدي اسمع منك شي. مليت بكفي بقى. افهمنا، ماني قاتلة حالي لأحكي معك أي موضوع. تأخرت. تأخرتي على شو؟ لوين رايحة؟ هك عم بحكي معي؟ يا بنت مين رح يضب هدول؟ هاي روحي وين ما بدك تصطفلي. أنا كمان رح حط راسي هيك وارتاح، أوه، لأنه عن جد انصرعت. قال شو برجك قال؟ حلو كتير والله. وسعره كمان بيجنن. لك اشتري وخلصينا يا بنت. بدك تروحي لعند حماتك بهالبنطلون؟ يلا لشوف، راح المعاش واكيد ما رح يزودني معاشي هالافندي. مرحبا. شو وينك رفيف؟ معقول تتصلي فيني وما تردي على موبايلك؟ شو بدي اكل هلا؟ ما رح اكل، خلص بشرب هي. لنشوف شو عم تعمل فتون خانم. اي فتون وينك انت؟ جعت وبدي اكل وما لقيت شي. انا ماني جاي اليوم على البيت جان. بالله عم تحكي عن جد؟ ارجعي لهون فورا لشوف، عصافير بطني عم بتزقزق. بالله عم تزقزق؟ شو أخبارك جانو؟ وين كنتي لهلأ يا مدام؟ ما في أكل بالبيت ورح أموت من الجوع، وحضرتك عم تتفتلي وصايعة بالشوارع ونسياني زوجك. إيش بك، مو معزومين اليوم على العشاء؟ شو هالنسوة هي فتون؟
يلا يلا روح اتصلي بجدي فورا والغي الموعد. بلا حكي فاضي، انا مستحيل اقدر اعمل هيك من غير شيء، انا بخاف وبرتعب منه. حبيبتي انا هو معلمك، انا اللي بدك تخافي مني، ليش بدك تخافي منه هو يعني؟ يلا اتصلي، اتصلي فورا والغي الموعد. لا يعني اذا بدك قلعني، بس ما تطلب مني هيك طلب. وبعدين صرفت مصرياتي كلهم واشتريت فستان، لازم نروح. يلا انا طالعه بدل ثيابي. استني فوتون، اسمعيني فوتون والا. هدول وينه اللي هلا؟ هلا بيجوا عمي، لا تاكل هم، لسه في وقت. ان شاء الله بيتخانقوا هن جايين على الطريق وبيتطلقوا، دخيلك يا رب. شو؟ شو؟ ولا شيء. هدول على طول رح يتاخروا طالما انهم بعاد وعايشين بقرة مقطوعة. على كل حال هذا الامر ما عاد يهم، هذاك البيت خلص لازم يا يبيعوه او ياجروه، هن بيقرروا هالشيء لما بيجوا. عمي الاحسن ما تستعجل، ولسه تحسين ما بيعرف بالموضوع وما عم بفهم بنت العالم شو إلى شغل بيتنا يعني. لك مديحة شبك، شو الحكي اللي عم بسمعه؟ هي بتكون كنتك كنتك. أنا رح شوف شو صار بالعشاء. ناجية خانم عملي لي فنجان قهوة. يي قهوة شو عمي؟ شوي وقايمين نتعشى. أوه بشربها لبين ما يوصلوا الولاد. هذا اللون كتير بشع. ايه عن جد ما حلو بالمرة. فهميني بس ليش عم تحطي حمرة هيك؟ المكياج ما بيلبق لوشك. ليش بقى؟ شو ناقصني؟ كل البنات بيحطوا مكياج وبدي اتمكياج. الشي اللي بدي اقوله انه انت بلا مكياج حلوة، شفايفك حلوين كتير، ما في داعي تحطي شي. قبل ما انسى فوتون، أكيد إيدك هلأ بتكون طابت، فكي هالرباط عنا بيكون أحسن، مو حلو. فكوا عن جد؟ لك إيه فكي طبعاً، صدقيني أمي إذا شافته على إيدك رح تعمل منا قصة ورواية، ورح تقضي السهرة وهي عم تسألك، رح يجعنا راسنا. طيب. يعني اسمعيني فوتون، رح أعطيك شوية معلومات عن عيلتي طبعاً، بما أنه نحن هلأ رايحين لعندهم. ماشي؟ يعني هلأ لقررت أنه تعطيني هالمعلومات على الماشي؟ شو هالذكاء؟ لك أنت شو رح تفرق معك هلأ؟ من هون لنصل بتكوني عرفتي كل شي عن عيلتي، ركزي بس. عم ركز، تفضل. خليني بلش بجدي. جدي رجال عصبي كتير، بس بالحقيقة هو رجال حنون وصاحب ضمير، متعلق بعاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا، وبيحب الأعياد والمناسبات كتير، وبيعطيهم أهمية كبيرة. خود لشوف يا ابني، يلا وانت كمان خود، الله يرضى عليك خود. شو هاد جدو اسماعيل بهالمصاري؟ هدول ما بقدر اشتري علكة. روح من هون يا أزعر. ولي أنا بورجيك، روح. ولاد آخر زمن. شو ما عطيتهم ما بيعجبهم. ما تزعل مني، بس الواضح جدك معه حق. وهلأ إجا دوره لأمي. تفضل عم بسمع. أمي ست بتحب التفاصيل كتير، وزوقها صعب، ما نسهل أبدا. على أساس كتير مزوقة. شو قلتي؟ ولا شي، كمل كمل. أمي لو شو ما عملتي مستحيل إنك تقنعيها إذا في شي ما نعاجب. ناجية ناجية، قولي لهم يحضروا لي السيارة فورا، بدي انزل على السوق. بس هي؟ شو هو اللي بس هي؟ يعني اللي أي شي تاني بتعمله أمك غير إنها تنزل وتشتري غراض من السوق؟ صدقيني مع الوقت ولما تشوفيها وتعرفيها أكتر رح تفهمي شو قصدي منيح فوتون. ماشي، وهلأ صار دور أبو. هي وصلنا ست فوتون، منيح؟ شبك يلا احكي لي عن أبوك شوي. مو هلأ، بعدين بحكي لك عنه. شو جاهزة؟ جاهزة جاهزة، بس انت وينو محبسك؟ ليكو
هاتي ايدك. شو بدك فيها؟ حبيبتي شبك يمسكي ايدي؟ شو نسيتي انك مرتي؟ ايه خلص فهمت عليك، تذكرت اني مرتك. شبك ما تشد على ايدي، هي ايدي المفكوشة، من شوي خليتني فكها. خلصينا فتون بقى اسكتي. ها وصلوا. ناجية خانم انتي افتحي لهم. يلا قومي استقبليهم. ليكني جاي يا عمي. اوف كمان بدنا نستقبلها على الباب للخانم. يا روحي انت، الحمد لله اني تزوجتك، انا اسعد انسانة بالدنيا. هذا من حظي يا روحي انت. يا اهلين يا اهلين. اهلين وسهلين ابني. لك تقبرني. حياتي اترك لي ايدي، خليني بوس حماتي وسلم على جدي. اهلين وسهلين فتون. اهلين يا خان. اهلين وسهلين يا اولاد. مرحبا، كيفك جدو؟ تسلمي لي واحلاكي. كيفك جدو؟ روح جدك. تعال. اشتقت لك حبيب قلبي. يلا نشوف، عدوا على الصفر في ماشي. عدوا هنيك انتوا يا اولاد. عمي انت اقعد بالصدر. تفضل. شكرا حبيبي. العفو يا عمري. شو هالقرف هاد؟ لك حتى الحيوانات بتنظف تحتها وما بتقبل تقعد على وسخ. مو معقول هالبنت شو مقرفة. لك وما أنا مخلية لقمة أكل؟ والله شي بيموت. آه. رجعت. مرحبا. مرحبا. لك أهلين. أهلين بالصهر. لك كيفك؟ اشتقت لك. مرحبا، اشتقنا لك. فوتي فوتي لي، زماننا غربة نحنا. كيف الصحة؟ فتون طلعت لبرا، وبصراحة ما بعرف امتى بترجع. بس نحن جايين لهون لحتى نشوفك انت صهري. شوفوني إلي؟ ايه، جايبين لك معنا عرض شغل. شغل؟ طلع فيه. عماد وليزا للإدارة؟ صهري؟ أيه؟ المدراء ما في أكثر منهم، بس الضرب على الشطورين. قلت لي شطوري؟ أيه؟ شلون؟ شغلة. ألو؟ أهلين فتون. لك وينكن أنتو؟ أنا على الباب. شو هالصدفة، رحتي لعنا ونحن عندك بالبيت؟ شو عم تساوي؟ شو عم نساوي؟ شو نسيتي إنه بدنا نشوف جوزك مشان الشغل؟ مشان الشغل؟ أصحكن تحكوا معه شي قبل ما أجي، والله إذا حكيتوا شي لندمكن. تمام حبيبتي، يلا بشوفك. باي باي باي. فتون اللي على التليفون؟ شو وينها هلا؟ هي شو رأيك بالعرض صهر؟ قلي. عرض شو؟ ما فهمت. قول رأيك بعرض الشغل تبعنا، رح نهتم بأعمالك ومواعيدك. بدكم تهتموا بمواعيدي وأعمالي؟ إيه؟ ليش لا؟ إيه؟ مو مشكلة، ممكن، بس بالأول بدي أسأل هنادي وبخبركم، أوكي؟ هنادي؟ إيه صح، هنادي مديرة أعمالها، وما بيصير أنت تعمل أي شيء طبعًا من دون رأيها. شيء أكيد. أنا طالع شوي لبرا. طيب طبعًا، خذ راحتك. لا ما شو هالعالم هي. شوفيني إذا في أي شيء بارد بالبراد، عصير أو بوز. روحي. إن شاء الله يكون في. أنا كمان فايت على الحمام. معقول عم تنام بهي الغرفة؟ لك ليزا اسمعيني. هي لألي؟ لك شو بدي أقول لك؟ قول. لك هاتنين كل واحد منهم عم ينام بأوضة،
مستحيل صدق هالحكي، مو معقول. شفت هالشي بعيوني، عم تنام بأوضة لحالي. لك عماد خلص بلا حكي فاضي، بتكون هاي الأوضة للضيوف. لك لا، أنا شفت غراض فتون كانوا بالأوضة. كيف؟ والله العظيم عماد، معقول يكونوا رجعوا تخانقوا مرة تانية؟ ادعي ما يتركوا بعض على القليلة لحتى نأمن الشغل. وقف خليني اطلع على الأوضة لحتى اتأكد. تعي الحقيني. روح روح. شوفي يا الله، ليك الصورة. ايه هي صورة عائلتها. في شي مو ظابط بهي القصة. تحركي قدامي مشان نروح نفتش غرفة السهر. لحقني لشوف. يلا. قولي على قلبي، قولي على قلبي، شو هاد؟ ليك ليك الصبابيط. قولي شو هاد. الله لا يشبعوا، شو هاد؟ تاخد العقل. أوه. شو هاد؟ حلو كتير، حلو كتير، بيمزع العقل، حلو كتير، بجنن. شو هاد؟ عماد تعال هون، تعال تعال بسرعة حبيبي. لك عماد، تعا تعا تعا، شوف هاي الغرفة. خير حبي؟ شو حلو اللي بقولك كتير حبيبي. لك اتركيني هلأ من اللبس واسمعيني، فتون شكلها ما عم تفوت على هاي الغرفة. كيف عرفت؟ لك ليكي ليزا، شوفي كل شي مرتب، ما في ولا قطعة تياب على الأرض. هاي أنظف وأرتب أوضة بالبيت. عن جد مزبوط اللي عم تقوله عماد. ليك حبيبي، يلا خلينا نطلع من هون هلا قبل ما يجي هداك النفسيه ويشوفنا هون. يلا وقفي شوي، بدنا نشوف شو في عنده شغلات تانية الصهر. روقي علي عماد. يلا ليك ليك الساعه، كم ساعه؟ كل واحدة بتوقيت. حلوين كتير. لك عماد اتركها هلا بيجي هداك وبيشوفها. حبيبتي نحن في عنا الخامه بس ما في مين يقدر قيمتنا. حظوظ طبعا. شوفي هاللوك الجديد وهيك؟ لا بقلي ما. لك أنا شو عم بعمل هلا؟ ألو، وينك أنت؟ شو في فتون؟ صاير شي يعني؟ أنا جاي. طيب طيب، أنت طلبي قهوة وأنا جاي، ما رح طول. طيب ماشي، يلا رح أطلب القهوة بس ما تطول علي كتير، مليت. يلا بشوفك. عمو تعا إذا بتريد. نعم بنتي. ممكن تجيب لي فنجانين قهوة وسط لو سمحت؟ طيب بنتي تكرم عينك. يسلم. يلا روح، لا تنطر مرتك كتير. يعني صرت منيحة؟ ايه منيحة. هلأ باخد تاكسي وبرجع على البيت برتاح، انت لا تشغل بالك. يلا جان. جان استنى. تتركني لحالي. فتون، بنتي فتون. آسفة كنت شاردة. نحن صار لازم نسكر بنتي.
شكله ما ضل غيري بالقهوة. عمو سعيد ما تواخذني مشان الله. شو هالحكي بنتي؟ تعرفي قديش من عزك وما تطولي علينا الغيبة. رح اترك لك ياهن على الطاولة عمو. اهلا وسهلا. يسلموا ايديك، عذبتك معي اليوم. الله خاطرك، تصبح على خير. تصبحي على خير. تاكسي. امشي بسرعة معلم. على ليكني طلعت وليكني جاية، صارت الدنيا نص الليل. تافه وغليظ. ما بكفي اللي دفعته لعمو سعيد بالقهوة وهلأ مصاري للتاكسي. عفوا منك، تكتب لي ورقة بالعداد عمو؟ لأني هلأ ضمن ساعات الدوام. بكتب لك بنتي. ايه منيح. هلأ معلش نلف على اليسار لو سمحت. جان. ها؟ انت طلعت رفيق حقيقي، عجد شكرا كتير. انت قدراني تضلي لحالك؟ اذا حابة ببقى معك. اصلا طالعة نام. امشي انت، مو حلو امشان مرتك. سوق على مهلك. بنتي بنتي، هذا هو العنوان ما هيك؟ ايه هذا هو بيتي. مو معقول، شو هاد؟ بس ما كون راكبة طيارة مو سيارة. هذا اللي طلع على العداد بنتي، ليش ما طلعتي بالباص؟ على أساس في باصات بهذا الوقت، ما كنت ركبت بتاكسي لو الوقت أبكر بشوي. تفضل هدول اللي معي. هدول ناقصين. بعرف انه ناقصين. امسك عم. شو هاد؟ طوق ذهب عيار 24، صار إلك مبروك. نعمة كريم. إذا أنا اللي بدي أصرف، ليش عم بشتغل عند حضرته لهاد؟ أمي، بابا، صح الشي اللي عم ساوي؟ ليش بتصير معي أنا بالذات قصص سخيفة مثل هاي؟ بدي أسألكم سؤال. لما انباع البيت عصبتوا كتير مني؟ بس والله ما كان ذنبي، شو كان بدي أعمل؟ كان لازم أقطعهم يعني؟ بس عماد وليزا هنن رفقاتي، مالي غيرهم.
قلتي لي جان دخيلك امي زواجنا على الورق وبس شوفي ماني على باله نسياني يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإفطارات لتكون أول من يشاهدها.